قلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما نصحها كلاما وبينها حلالا وحراما أحكم البيع ظاهر الملهان محلوس من الزيد للنقصان في وعد ووعيد وتخويف وتهديد ويأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه نزيل محكم حميد اللهم اجعلنا من القرآن الذين هم أهلك وخاصته هذا الجلال والإكرام اللهم إنا بنو عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ما تفهينا حكمك أبلغ فينا قضائك نسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك أنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأسرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وصدورنا لنا أحزاننا ودناء أحلامنا وذهب همومنا وضمومنا سائقنا ودنيننا إلى جناتك جنات النعيم اللهم ألبسنا بالحلل وأسكننا بالضر ودفع به عنا النقم وأصبر علينا به النعم وجعلنا به عد الجزاء من الفائزين عند النعماء من الشافرين واجعلنا ممن استهوته الشياطين فزولته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاذلين اللهم إن هذه ختمة طيبة خالصة مقبولة مباركة على من قرأها وسمعها ومن على دوائها اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال ذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا فكان أمرا مقضيا فحملته فانتبهت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنداها من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا هزي إليك بجدع النخلة تساقط أن أكلم يوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فليا يا أخت هارون ما كان أبوك فأسوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إلي قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا
بي اجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وظلا بوالدتي ولا أني جبار تقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتلون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كف فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينه فويلا للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن ظالمون يوم في ضلال مبين وإنذرهم يوم الحصرة قد يأمرهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. هذه هي الشروق. هذه هي. نشكركم على اهتمامكم وبارك الله فيكم. بارك الله. هذا تشجيع علينا ما نخبيش عليك بيسك. أمين يا بعفات. أمين. يا بني يا بني يا سنا في مقلتي أنت أولى في الحشا من مهجتي من ناظري تسعد القلب الشاهد.